يعني أستاذ كمال، حين يقال أن هذا الكلام لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به، فهذا ينطبق على ما قاله جيمس جيفري. يعني هو لا يعلم أن سوريا لم ولن تخضع لشروطهم، ونحن نعلم أن هذا هو سبب كل هذه الحرب الإرهابية على سوريا، بأنهم يريدون مصادرة قرار سوريا المستقل. لا جيمس جيفري ولا أحد يمكن أن يحدد علاقة سوريا مع إيران، وعلاقة سوريا مع حزب الله، وعلاقة سوريا بالقضية الفلسطينية. كل هذه أمور سيادية تقررها سوريا ويقررها الشعب السوري، ولذلك إذا وفر على نفسه مثل هذا الكلام يكون أفضل له الحقيقة. اليوم في إدارة أمريكية جديدة دكتورة بوثينة، هل لديكم رسالة لإدارة جو بايدن؟ الحقيقة أستاذ كمال، يعني في الولايات المتحدة الأمريكية من المعروف أن أي رئيس ينتخب كما يقولون باللغة الإنجليزية عليه أن يتبع باي بارتيسان بوليسي، أي السياسة التي يخطها الحزبان، أي لا يوجد يعني رئيس يستطيع أن ينقلب كليا على المسار السياسي المرسوم له من قبل. ولكن نحن يعني نتطلع إلى ما ستقوم به هذه الإدارة الجديدة، وأولها طبعا الانسحاب العسكري الأمريكي من أراضي الجمهورية العربية السورية، لأن هذا هو الأمر الأهم بالنسبة لنا. لا يمكن أن تقيم علاقة مع دولة تحتل أرضك.